يا مساء السعادة على كل مشاهدي ومتابعي موقع منصة شوف في كل مكان. أهلا بيكو، معاكو أنا نرمين سعد ولايف جديد من محافظة دمياط. مع القصة عبده نجار دمياطي بدرجة فنان مبدع، إيده تتلف في حرير ويقدر يرجع. بيرجع الموبيليا القديمة المستعملة جديدة لانج في ثواني وبأقل التكاليف. أطلقوا عليه دكتور موبيليا والحجز عنده بمواعيد. حضرتك على موقع ومنصة شوف. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا شايفة ان حضرتك بترجع موبيليا قديمة، يعني جديدة لك اكيد، وبادئ ترش موبيليا اهو طبعا، وبترجعها جديدة وشغال فيها. تمام. انا عايز اعرف حضرتك بدات ازاي. والله حضرتك هترجعني لورا قوي، زمان قوي. انا بدات مهنه الاسترجاع كاسترجي من وانا عندي تقريبا 8 سنين. من وانا عندي 8 سنين بدات اشتغل استرجي في الورش اللي زي حاجات زي ورشه دي. طبعا اتعلمت من الصنايعيه الاكبر مني، اتعلمت منهم حاجات كتير. بدات على ما اشتغل وافهم المهنه دي بتيجي ازاي وبتتعمل ازاي والمواد دي بتركب على بعضها ازاي وتنسيق الالوان مع بعض بيكون ازاي. ده خد مني وقت وخد مني سنين، لكن الحمد لله وصلت لسن ال 20 او 21 بدات اتخصص في موضوع الموبيليا، ابقى دكتور موبيليا. دكتور موبيليا ازاي؟ جت معايا شخصيا من وانا يعني في العشرينات، في صاحب معرض طلبني، الله يرحمه بقى وتوفى، طلبني الشغل عنده اعمله له، لمعه له واظبطه له لان كان متجرح وكان في مشاكل، فعملته. طبعا لما رحت عنده وعملت له الشغل ده، بدا بقى هو لما عملت له الشغل وطلع كويس، بدا هو يقول لاصحابه التجار الموبيلي عليا. فطبعا لما التجار عرفوا بداوا يطلبوني الشغل، بدات بقى حته بدات تطلع دكتور موبيلي. بدات دكتور موبيلي دي، لما بدات دكتور موبيلي بدات منين؟ من الشغل اللي انا بعمله. طب قول لي بقى، يعني انا اشتغل لابس بدله. هو ده الدكتور طبعا. اكيد اكيد، لان انا بشتغل في التفنيش والتشطيب. جت منين بقى دكتور موبيليا واطلقوا عليك الاسم ده ازاي؟ دكتور موبيليا جت من الشغل لما يكون ميؤوس منه ويعتبر مرمي في الشارع، ما فيش حد بيبص له او حد بيعمل فيه حاجه والناس قرفانه منه، ولكن هو محتفظ به لحاجه معينه. لما انا اعمل الشغل واجدد ويطلع حلو بطريقه حلوه، قال لك انت دكتور، انت ازاي عملت كده؟ هنا بدات تطلع دكتور موبيليا. الناس بقى اطلقوا عليك دكتور موبيليا. اطلقوا عليا دكتور موبيليا من علاجي للموبيليا، لما يكون في مشكله ولا حته متجرحه ولا حته مسلوخه ولا حته فيها حاجه. طبعا انا اللي بعملها لما بعملها بتيجي من مش من فراغ، من خبره. وصلت ان هي بدات تطلع منها حكايه دكتور موبيليا. تمام؟ والله هي بالنسبه لي كمهنه بدات عندي كهوايه قبل ما اكون مهنه. يعني انا كنت هاوي جدا واحب جدا الحكايه دي، لذلك كنت بعملها باتقان جدا، لدرجه اني اشتهرت جدا في الموضوع دوت وتعرفت فيه، لان حابب الموضوع، مش باصص للموضوع على انه مهنه وباخد منه فلوس وكلام من ده. انا باصص للموضوع على انه هوايه ليا. وطبعا لما تكون بتهوى حاجه وبتعمل حاجه بمزاج وبهوايه بتطلع مليون في المية. في ناس كتير لك بقى موبيليا بتبقى متهالكه. اكيد. قديمه اكيد ومتكرة. اكيد طبعا، بس للاسف ما عنديش منها النهارده والله. شغال بقى حاجه ثانيه دلوقتي. يعني بيجيبوا لك بقى الحاجات دي وما بيصدقوش ان هي اتحولت. طبعا طبعا طبعا، فيه ناس كتير زباين كتير بيشتغلوا معايا، يبعتوا لي الشغل ويقولوا احنا عايزينك تعمله على مزاجك.
بيبقى شكله ايه بقى؟ بيبقى متهالك، متجرح، تعبان. طبعا انا باين الكلام ده كله في صور طبعا للشغل اللي تشوفوه في الصور بتاعتي، ولكن الشغل نفسه بيجي لي متهالك عدمان، في مشاكل في النجاره مثلا، حته متكسره، حته حابه اشيلها طبعا، وبجيب نجار تبعي يظبطها وينظمها تبقى 100 100، بحيث ان الزبون بيستلم شغله من عندي جاهز. يعني مثلا ممكن حد يجيب لك صابون؟ طبعا صابون معين. اه بجيب النجار بيصلح نجاره، لو في حاجه نجاره بتصلح نجاره، وانا بايدي بغير اللون بتاعه، وبوديه للمنجد بتاعي ينجد لي الشغل اللي فيه ويظبطه لي اللي فيه، بحيث الزبون ياخد الصابون يحطه في الشقه بتاعته كانه جديد، بيطلع جديد 100%. في حد بيجيب لك بقى موبيليا معينه ويقول لك مثلا شوف ايه المتاح تعمله، ولا هو بيجيبه لك يقول لك انا عايز كذا؟ لا، هو بيستشيرني كدكتور للموبيليا ايه اللي يكون حلو فيها، هي تبقى شكلها حلو ازاي، اقدر انا افيده. لكن في زبون بيجي يقول لي انا عايز مثلا لون كذا، لازم بقنعه ان اللون ده ما يليقش على تشطيب بيته، على بقيه الموبيليا الموجوده في البيت. هنا الحاسه بتاعتي اللي انا بوضح له فيها كل حاجه، بحيث يكون عارف الدنيا ماشيه ازاي، ما بقدرش اسيبه كده يعمل حاجه وخلاص. رد فعل الناس ايه بقى لما تكون جايب لك حاجه ولا تترمي ويلاقيها تحفه؟ جميل جدا. لا 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 لا، بشوف تشجيعات وبشوف حاجات بصراحه. والله مره حصلت لي مره برضه في البحيره، ناس كان عندهم مناسبه، كان عندهم فرح، وخدوني وطلعونا على المسرح، وزي ما انا واقف مع حضرتك كده بتكلم كده دلوقتي، وشكروني قدام الناس. والله حصلت والله دي معايا. لما الناس تشوفك بقى لابس البدله وانت بتشتغل بيكون رد فعلهم انا فيها. حصل معايا موقف طريف بخصوص الكلمه دي. انا كنت مره رايح اسكندريه في شغل، قابلتني العامله اللي كنت رايح اعمل لها الشغل بتاعها، وقفتني على باب الشقه ما دخلتنيش. بقول لها لا حضرتك، قولي هو حضرتك استرجي هتشتغلي هتعملي الشغل؟ قلت لها والله حضرتك استرجي. ما ارتحتش لما كلمت الحاج صاحب المعرض وقال لها ده الدكتور عبده بتاعنا، دكتور الموبيليا، ما حدش ليه دعوه به، هو نظامه كده. شنطتي وقلوات زي الدكتور بالظبط، لما يكون عنده كشف بره في شقه بره بالظبط نفس الموضوع. من جميع المحافظات، والله من جميع المحافظات، والحمد لله ولله الحمد، شغلي وصيتي وسمعتي مسمع في الدولة كلها والله الحمد لله. قولي بقى لما نتكلم على الموبيليا وعلى طريقة الاعتناء بالموبيليا، والله يعني سمع الموبيليا بطريقة غريبة، بتستخدم مية، نعمل ايه عشان نحافظ عليها وعمر اطول؟ والله هقول لحضرتك على حاجه، الموبيليا يعني بصفه عامه كل حكايه النظافه بالنسبه للموبيليا حاجه واحده بس، انت عايزه تنظفها تشيلها من على التراب اللي عليها بس، لا اكتر ولا اقل. يعني في انواع اشياء ممكن تستخدمها سبريهات تلمع؟ لا 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 لا، الاسبريه ده اول حاجه بتبوظ الموبيليا، اي اسبريه، اي حاجه بتنظف، اي حاجه بتلمع، كل ده بيبوظ الموبيليا. اللي بينظف الموبيليا حاجه واحده بس، حته تفلينه ناشفه وماشيه قطن اللي هي الفلينه الداخليه دي بس، وتنظف بقى الموبيليا من التراب بس. حبيت تلمعها بقى، انا باجي المعها لك، برشها لك، بغير لك، بخليها ادي لها رونق جديد، بحيث ان هي تحافظ على اللي فيها بس مش اكتر. لكن الاسبري واللي هو الرش والكلام ده والملمعات والحاجات دي كلها ما انصحش بيها طبعا. بالنسبه بقى لصيانه الموبيليا، هل الموبيليا مثلا تجديدها بيبقى محتاج صيانه كامله، ولا في حاجات بتحتاج تلميع بس، حاجه بتحتاج رش لون مختلف؟ لا هقول لك، في حاجه جديده وانا عايز اغير شكلها ومعالمها، اعملها صيانه حتى لو هي جديده، يعني مش شرط تكون قديمه مثلا. اكيد طبعا. هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا عندي جهاز في الشرقيه، الجهاز ده يعتبر لسه جديد، هو صاحبه مش عايز يغير لون، بقوم اعمل اهني بقى، بمسك الشغل من الاول، في عقد مثلا واقع بالضلفه اركبه، في مثلا حته مكسوره من الدريه، حته قشره ما تطلع من مكانها، اظبطها في مكانها، وامسك الشغل كله ارشه بماده شفافه تلميع، ده يبقى ده التلميع. في بقى زبون يبقى عنده حاجه قديمه ومثلا ما مختار لون يعني يعتبر قديم، طب انا اقترح عليك راجل شغال في المهنه وفاهم في السوق، بقول له حضرتك لا ده فيه مثلا لون زي مثلا لون الشمبانيا، مثلا لون الشمبانيا ده حديث جدا، لسه حديث يعني اقرب حاجه طلعت لنا، جميل جدا ولون مريح وشغال وكويس، فانا بقترح عليه بقول له ايه راي حضرتك في ده يليق مع الشغل اللي عندك، ايه راي حضرتك نعمل الحته دي لون كذا، ايه رايك لما ندخل لون كذا اضافي مع اللون بتاعنا يدينا حاجه نضيفه وحاجه احسن بس.
الموضوع كله مشوره وكله رد فعل مع بعض. بس طبعا يعني ابناء الحفظ الرياضيات مبدعين في مجال الجويليه والتكنيك الجويليه. اكيد اكيد في حاجه مش جديده علينا. اكيد طبعا نصنع من الفسيخ شربات. اكيد حاجه قديمه وخلاص متهكه ونرميها ونحولها لمحطه فنيه. ده شغل الدكتور بقى. ده شغل الدكتور. اكيد اكيد طبعا اكيد. ما هو الدكتور بيعالج طبعا 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 ترجعها وتكون فيها روح طبعا تخليها حاجه جديده طبعا اكيد تصدق ان في حاجه جديده. اكيد طبعا اكيد. ياما ناس زباين وقفت قدام الشغل بتاعها ما عرفتوش. اصور الشغل بتاعي هنا بعد ما اخلصه في الورشه هنا بصور الشغل هنا وابعته له لا لا مش معقول معقول ايه ده انت عملت الكلام ده ازاي انت ده الموبيليا بتاعتي اقول لهم اه فعلا. هنا بقى لمسه الدكتور الموبيليا اللي بيبان مش اي حد. السرجيه في البلد كتير ولكن الدكتور يعني يلعب على الصوابع. طبعا معالجه الموبيليا اصعب كتير قوي اكيد اكيد طبعا اكيد لانك حضرتك بتتعاملي مع حاجات ومع مواد كيماويه متهالكه ممكن بتفوش ممكن بتعمل مشاكل ممكن بتعمل اثر راجع للشغل بتاعك. لما كنتش عندك الخبره وفاهم انت بتعمل ايه تخسر وتخسر الشغل بتاعك وتخسر الناس اللي معاك. لو جبت كده كمان انا لو بصنع حاجه من البدايه اه خشب ابيض واستنى هشكله اه وانا اللي اكيد الموضوع سهل حاجة ويعتبر مجهولة ويعتبر هي مجهولة. إنما اللي لسه جاي أبيض ده بتعمليه فيه واحد اتنين تلاتة شطب. لكن المجهول اللي جاي ده عايز خبرة والخبرة دي ما بتجيش من فراغ طبعا. والله ما جت أكيد أكيد. إزاي أوصل الحتة اللي فيها خدش واللي فيها مشكلة دي اللي هي تنجح تبقى زي بقية الشغل ده. ازاي الزبون صاحب الشغل يبص للشغل بتاعه ما عارفش العيب مكانه فين. ده الابداع وده الفن. ازاي اوصل المكان اللي انا عندي مشكله في حته معينه الزبون يجي ضاع عليها ما لقاهاش. ده اللي بيميز نفسنا وبيميز شغلنا. والله حضرتك عايز اقول لك على حاجه. انا يعتبر بالنسبه لي الموضوع انا بقدم رساله. انا بقدم رساله وبقدم حاجه مهمه للبشريه كلها. انا بقدم حاجه يعني انا مثلا عندي شغل محتفظ به من ايام ايا كان من زمان من فتره متمسك به. ليه الشغل ده بيفكرني زي ما كل حاجه مثلا انا اتجوزت وطلعت شقتي حاجه في بيت ابويا انا بحب اشوفها لازم اهتم بها واخليها حلوه. بتبقى عندي مهمه عن الشغل بتاعي اللي في شقتي نفسه. فاهمان حضرتك؟ بس ده كله في الموضوع. انا شايفه ان في ناس كتير قوي بتلجا للموبيليا مش معمله لحاجه تجديدها. اكيد. اما فيش زبون بيجدد شغل عنده في الشقه بتاعته الا ما كان معتز بيه. لا حضرتك ناس كتير بتضطر او بتحب تشتري موبيليا مستعمله. اه طبعا. هقول لك ليه؟ لجودتها ولخاماتها. يعني مش هتجيب النهارده حاجه بتتعمل عندي في الورشه الصنغاله بتاعتي مثلا النهارده بتتعمل زي ما كانت بتتعمل من 20 30 سنه فاتوا. يعني لما بيكون الخشب اما تكون الخامات مرتاح اه طبعا وكويس جدا طبعا طبعا اكيد اكيد. لما اجي ابص في السوق واقارن الشغل بتاعي المستعمل اللي انا بجدده ده كخامه احسن من خامه الشغل الجديد في السوق اجدده طبعا. اجدده بكل ثقه وبكل شغل وبكل حب. لا 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 طبعا 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 طبعا. والله انا اسعد والله ربنا يخليك ربنا يخليك. اكيد اكيد طبعا. شغلنا اللي بيتكلم عننا احنا ما بنتكلمش بس ده شغلنا بيتكلم عننا برضه. يعني حتى ذوق حضرتك الشغل عامه ده لسه ما شطبش ولكن انا لسه في مرحله التشطيب. اه مرحله التشطيب اكيد اكيد. هو ده كله لسه في مرحله التشطيب لسه ما خلصتش. شوف حضرتك دي ترابيزه بتاعت صالون بتاعت سفره. دي الترابيزه بتحط عليها كراسي حواليها كده ترابيزه سفره. دي كان لونها ايه في الاول؟
كانت خشب ابيض. دي كانت خشب ابيض اتدهنت واتعملت وهي دلوقتي في مرحله التشطيب. شوف حضرتك التشبيهه بتاعت القشره باينه عامله ازاي، شايفه؟ لو ركزت كده هتلاقي فيها ايه، تشبيحه. لسه بقى دي هيتضاف عليها لون جديد، دي لسه هيتحط عليها لون غير القشره. تمام حضرتك؟ يعني اتمنى تحقق في مجالك. والله في مجالي انا ما سيبتش حاجه ما حققتهاش، ولكن دايما بحب ادور اشوف الالوان الجديده ايه. يعني نفسك ان انت تنتشر مثلا بره مصر وتعرف اكتر؟ اكيد 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 طبعا، دي رساله بقول لحضرتك، ده انا بحب الموضوع ده، ليه هوايه عندي قبل ما يكون شغل وفلوس، هي هوايه، ودي رساله طبعا بحب اوصلها لكل الناس في جميع العالم كله، مش هنا بس في دمياط بس. يعني يشتغل بحب، اكيد طول ما في حب، الحب خلي بالك الحب هو اساس كل حاجه، في حب في الحاجه اللي انت بتعمليها، بتهتم بالحب اللي انت بتحبيه للشغل بتاعك، بتشتغل فيه بحب، مش بتشتغل فيه على انه هجيب لك مقابل ايه. انا عن نفسي بعمل كده، ولذلك الشغل بيطلع من تحت ايدي كله بيشكر فيه بصراحه. عشان كده فعلا يعني الناس عجبتك اكيد واطلقوا عليك الكتب، اكيد اكيد طبعا. التأثير هو جايز بس عشان الزي بتاعه واللبس بتاعه بس، مش زي السرجيه العاديه، ولكن هو ده، انا احب كده، احب اكون راجل نظيف ومهذب وشكل حلو. ربنا يخليك ربنا يخليك. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، زي ما حضراتكم شفتوا دكتور موبيليا بيرجع الموبيليا القديمة جديدة لنج بأقل التكلفة. من النهاردة مش هنرمي أي حاجة قديمة عندنا في البيت طبعا. يعني أبناء محافظة دمياط مبدعين ومتألقين وبيعملوا من الفسيخ شربات. أنا سعيدة بيه جدا وبشكره على اللقاء الجميل ده، وبشكر حضراتكم على متابعة اللايف. كانت معاكم نرمين سعد من محافظة دمياط.